نروح لموضوع مهم جدا الحقيقة، المشاريع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر اللي الدولة بتوليها اهتمام كبير جدا. واحنا النهاردة في اليوم العالمي للاحتفاء بهذا أو بهذه المشروعات، من أهم المبادرات اللي كان لها تأثير كبير في هذه المشروعات مبادرة مشروعك، مبادرة أطلقتها وزارة التنمية المحلية موجودة في كل محافظات مصر. بنتكلم في 27 محافظة، مش بس في المحافظات لكن كمان في الكفور والنجوع، في كل يعني ربوع مصر بشكل كبير جدا متاح هذه القروض لدعم هذه المشروعات بشكل كبير جدا. أي شاب إن هو يعني يروح يقدم فكرة مشروعه، وبعد كده بيتم الدراسة وبيقدم كمان بالتأكيد الدراسة بتاعت هذا المشروع وبعض الأوراق البسيطة جدا، وخلال أسبوعين من الموافقة بيحصل بشكل سريع جدا على القرض اللي هو بفايدة قليلة جدا، بنتكلم في 5%. اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أكد أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية اللي هو بنتكلم عليه دلوقتي مشروعك، ساهم خلال العام المالي 2021-2022 في تنفيذ 20,000 مشروع بقروض 3.6 مليار جنيه. ساهمت المشروعات دي في توفير أكثر من 153,000 فرصة عمل في جميع المحافظات. وأشار كمان أن الهدف الرئيسي للمرحلة القادمة من مشروعك هو التركيز على مستوى جودة المشروعات، الخدمة المقدمة كمان، بهدف الوصول لدعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية الإنتاج. بالتأكيد مرة تانية بنأكد على اهتمام الدولة بشكل كبير جدا بهذه المشروعات الصغيرة المتوسطة متناهية الصغر من خلال هذه المبادرة، وطبعا من خلال مجموعة المحفزات واللي بيطلقها أو اللي بيقدمها الصندوق أو الجهاز الخاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر. الحقيقة أنا بشكل شخصي أسماء وأنا بسمع الأخبار دي ببقى سعيدة جدا إنه الدولة المصرية ابتدت بالفعل في الانتباه والاهتمام بهذه المشروعات، لأنه في تجارب عالمية أخرى غنية الحقيقة وثرية في هذا الأمر، زي الصين مثلا، زي هونج كونج، زي كوريا الجنوبية. يعني الصين على سبيل المثال 59% من الدخل القومي في الصين من هذه المشروعات، يعني أكثر من نص دخل البلد قايم على هذه المشروعات، حوالي يمكن 68% من الصادرات في الصين من هذه المشروعات. مش الصين بس، ده احنا بنتكلم على العالم كله، ده العمود الاساسي. تجارب مختلفة حقيقة. يعني حوالي 75% من الايدي العاملة في الصين بيشتغلوا في هذه المشروعات. في هونج كونج مثلا برضو بنتكلم في حوالي 8، كوريا الجنوبية 88% من الايدي العاملة بتشتغل في هذه المشروعات. كوريا الجنوبية ترتبها ال 12 على العالم في الصادرات بفضل هذه المشروعات. فانا سعيدة ان التجارب دي بتبتدي تتعمل في مصر، وان شاء الله هتكون دافعة قوية لوضع الاقتصاد المصري بشكل كبير.